السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ عساكم طيبين بصحة وعافية، اللهم آمين. طبعا أول يوم في الحظر، عندنا الحظر من الساعة 8 بالليل إلى الساعة 6 الفجر، لكن هذا مش موضوعنا. والله طبعا يكشف الغم عن الجميع ويأمن ديارنا وديار المسلمين، يقول اللهم آمين. موضوعي في ثلاث أشخاص وفي حالتين، هم الثلاثة في حالتين. ثنتين طلعوا من تقريبا يومين إلى ثلاثة أيام مع تحذير الحكومة وتحذير جميع الجهات بأن ما حد يطلع، وهم يعني سعادة جروب لاعبين القوة البدنية، أنا أعتذر السايلنت حبيبي، يطلعون بأن مش بس يعرضون التحذيرات تطلع بأن ما حد يطلع من البيت، وأن حاولوا قد ما تقدر ما تحتكون بالناس ولا تطلعون برا ولا تمارسون أي شيء خارج حدود المنزل أو ولا تمارسون أي شيء فيه اجتماعات وتجمعات، لأن هذا بكل بساطة اللي الحكومة تحذر منه. الموضوع مش إن أنا أفتح لك مول ولا أسكرة، الفكرة هي إن ما تصير تجمعات، والواحد يحاول يتعامل مع هالأشكال بكل رقي وحنية، ولكن ما فيش فايدة. تعالوا أنا فاضي، ما عندي شغلة، واللي فيها فيها، دام أنتوا حابين تخربونها أنا أخربها وياكم. إنه يطلع لي ثنتين، واليوم يطلع لي واحد من جناسي مختلفة، لكن ما حد منهم مواطن. طبعا جميع الوافدين على قمة دماغي، ما فيها كلام، على عيني وستين راسي، وبالعكس البلاد راح فيكم، أي بني آدم عاش في هالدولة يعرف خيرها، ما زيد على هالكلام. لكن أنت يا طبعا أنا أعتذر عن الألفاظ السوقية اللي بعد تعتبر راقية عليهم. عندي سؤال بس، إن حضرة جنابك وحضرة جنابها تحرضون على الخروج وتقولون إن ما في شيء بيستوي وما في شيء صاير وعادي طلعوا؟ يقول لك الحكومة يا بني آدم قر في بيتك عشان الوضع يعدي. دول عظمى ولت، زين، إيطاليا راحت، إسبانيا راحت، يا عمي ولي عهد بريطانيا اليوم جاي من كورونا، زين، ما اعلان طوارئ في امريكا، الكويت الله يعينهم، السعوديه الله يعينهم، كل بلدان المسلمين الله يعينهم. انت حضره جنابك وساكن عندنا وتشتغل عندنا ويجيك الخير من هالبلاد، وفوق هذا انت تحرض بان والله الحكومه تقول لك ايش، لا لا تجلس اطلع برا، يا حيوان. زين يا حيوان، انا بفهم لو انت مسوي هالحركه في بلادك وكل واحد فيكم يعرف جنسيته، تعرف شو كانوا بيسوون فيك اتوقع؟ صح، يعني انت تجيها لما تدعو الناس الى الخروج وتحرض على الخروج، فيك ضرب، فيك شيء كوميديا، استقبل الكوميديا، يكون سكرت ما سكرت، اتقبل الكوميديا. يا خمام انت وياها، زين، ما بعيب منك الوضع في البلاد، مش عجبتنك الاجراءات، نحن كعيال البلاد ملتزمين فيها، انت بأمارة شو مش تخالف، تخالف ان شاء الله الشرطة بتقمك بنقمة رقبتك، زين رقبتك، لكن انك انت تحرض الناس بانه يطلعون. انا ودي هالاشكال، عندنا جناسين ما شاء الله، يعني استقبال حافل بيكون لهم في بلادهم اذا سووا الحركات، ودي اسوي الحركات هذه هناك، والله لا تاخذ في نص افاق. طبعا انتم ثلاثتكم سوينها على اساس ان انتم والله نحن بننشر محتوى في السوشيال ميديا، بننزل شيء في السوشيال ميديا، يا ناس شوفونا الحكومه قالت لا تطلعون ونحن طلعنا، واو رهيبين صراحه، انتم مره زاحف خطير خالص. شوف يا حبيبي، الوضع ما فيه اي مزاح او مسخره، قر في بيتك لا يلعن شكلك، من الاخر اعطيك اياها، زين، ما في امداح، هذا امان بلد، أمان بلد بشعبه، يعني غلطة كم ظريف منك قد تودينا في داهية بسبة الحيوانة اللي تتحيوانة هذه، تحيوانوها في إيطاليا وتحيوانوها في إسبانيا وتفضل أحياها تفضل. فأنت لما تتكلم عن فيروس تجيب هالطريقة، يعني أنا عندي فيروس فيدي أسلم عليك، تسلم 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 تسلم، سويت حق الفيروس رتويت 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 رتويت، ما أحتاج أتكلم، أتوقع الإجراءات واضحة جداً، ما حد يطلع، ما حد يسوي، ما حد كذا، ما احتاج ان اقول، هنا مثل ما وصلت المعلومات وصلت للجميع، الجهات مش مقصره، لكن الكلام لهذه السفله. زين يا عزيزي، والله خسي يا عزيزي، انت مش عاجبنك وضع البلاد، روح عند بلادك
وبشوف كيف بسوي هالهبل هناك لما بيدق لما تخمد على قمة أهل يبهتك هناك بتتعلم الأدب. كل اختصار الموضوع يعني أبدا ما في أي مزح ولا لعب، يا أنك تلتزم بالقوانين وعلى عيننا وراسنا وستين راسنا لعب. أي بني آدم مغترب عندنا في البلاد على راسنا، بالعكس تضيوف بالنسبة لنا. لكن أنك أنت يعني أنت لو بس تقل أدبك باتلعن، لو بس قلت أدب يعني كيف بأنك تحرض على شيء قد يدمر شعب. شوف بكل اختصار زين عشان ما أطول الفيديو، عندك واحد من اثنين، يا أنا تجلس باحترامك وأدبك وحشمتك للبلاد التي جالس فيها تأكل من خيرها، هذا واحد، وتلتزم قوانينها طبعا بشكل كامل، حالك حالنا أنت يعني ما في شيء اسمه والله الوافدين ممنوع مواطنين، كلنا نفس الحال، هذا واحد. اثنين، مش عاجبك هالأشياء انقلع بلادك بدون لا لا زي دول انقلع خلاص. أنت حاب تعيش في هالبلاد وفي نفس الوقت ما تبغى تلتزم بالقوانين، مش على كيف يدك ولا على كيف رأي عمتك ولا على كيف زوج خالتك أبدا. حلو، واحد من اثنين، يا تحترم نفسك وتجلس يا ما تحترم نفسك وتنقلع. ما بعيد، ما بعيد أبدا، الموضوع ما يحتاج إلى إعادة، ومفروض أصلا ما يصير، ولا المفروض أسوي هالفيديو. أنا ما سويت هالفيديو إلا أن طلع منكم هذا الفعل، إلا المفروض أصلا ما يصير بالمخ. موضوع مش لعبة يعني، موضوع أبدا مش لعبة. أوكي، يا تجلس باحترامك ونحطك على راسنا، يا ما تجلس باحترامك ونقلعك من قمة أفاك بكندرة قديمة، ما عنا زيادة. هالكلام ينطبق علينا وعلى أي بلد عربي، أي بني آدم مغترب عند أي بلاد، يا غريب كن أديب، تحترم نفسك وتمشي مع القوانين وما تسن هذه البلاد من قوانين، ما تجيب قوانين من كيف أمك وتحطها وتمشي عليها. زين، وفي فكرة أن أنت تكسر القانون هذا شيء، وأن تحرض على كسر القانون هذا شيء ثاني. حاب تكسر القانون عندك في جهات معنية بتكسر رأسك. حلو، حاب أن تحرض على كسر القانون، نحن بنحرض على إيك في النهاية، تفهمها مثل ما تبغى، لا زيادة. سلام عليكم.